ساسيام كوم اليوم تفكرنا فئة من المجتمع اللي هم اللي عندهم مشكلة على الكحول ولا عندهم الارسيوياج، أكيد يعني هذا المشكل راح يفهم مش معنى هذا المرض. هذا المرض يحتاج لنظام غذائي نوعا ما خاص في رمضان، وجبة السحور وجبة الإفطار. السحور يستحسن أن يكون هناك يعني البانجري ولا البسكوت أحسن من الخبز تاع البرونجي، أما الحليب نجتنبوه لأنه فيه اللاكتوز ونعوضوه بالياغورت ولا الفرماج ولا اللبن. فيما يخص الطعام في أغلب الأحيان نصحوا الطعام الكامل، هذه الحالة لا، نصحوا الطعام العادي ماشي الطعام الكامل أو تاع الشعير، لأن غناه بالألياف قد يأثر على العبور المعوي. أما الإفطار التمر نوعا ما غير منصوح لأن فيه ألياف كمية عالية، يستحسن نشرب كمية من الماء، زائد الخضروات النيئة اللي نجتنبوها لأن الخضروات النيئة غنية بالألياف قد أثر على العبور المئوي تاعو، بلا ما ننسوا شرب الماء اللي هو مهم بزاف لهذه الفئة لأن في أغلب الأحيان عندهم نوعا ما إسهال. وبالأخير نقول لهم صحة صيامكم.